بونسوار. طقس متقلب عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، التفاصيل كلها اكيد منشوفها بعد شوي. ننتقل هلا على فقره صوره وشمسيه، اليوم عم نعلن اسم الفايز عن موضوع الصور اللي اخذتوها بالطرقات اللبنانيه، منقول الف مبروك لانور عقل. ومن فقرة صورة وشمسية منروح هلأ على الدول العربية تنشوف كيف عم بيكون طقسها. منبلش على الخريطة مع القاهرة 32، تونس 31، الرباط 29، الخرطوم 40 درجة، بغداد 42، دمشق 28، القدس 29، المنامة 36 درجة، أما الختام عم بيكون مع الكويت والدوحة 39، أما الرياض 36 درجة. نرجع هلا على طقس لبنان، عم بيكون في عنا طقس غائم كليا مع احتمال لتساقط امطار خصوصا بالمناطق الداخليه وعلى المرتفعات خلال فتره قبل الظهر، ترجع يتحول طقس قليل غيوم بعد الظهر. على الساحل الحراره عم تتراوح بين 19 و 30 درجه، بالجبل عم توصل اقصاها ل 22 درجه، اما بالداخل عم تتراوح بين 15 و 27 درجه. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفاجينا اكثر تفاصيل حراره ببعض المناطق اللبنانيه، منبلش معك 28، طرابلس 29، القرس 16، الكورة 27 درجة، الهرمل 27، القاع 26، بعلبك 24، رياق 23 درجة. منكمل بجولتنا تنوصل عجبال 29، فريا 22، جونيا وبعبدا 30 درجة، وبيروت كمان عم تسجل فيها الحرارة 30 درجة مع طقس غائم كليا، زحلة 27، شتورة 28، عنجر 27، مشغرة 28 درجة، جزين 27، رشيا 26، مرجعيون 29، بنت جبال 28 درجة، أما الختام عم بيكون مع بيت الدين صيدا سور وقانا و29 درجة. كيف رح يكون الطقس بالثلاث أيام الجايين منشوف سوا؟ منبلش مع بكرة الخميس، مثل ما ذكرنا عم بيكون في عنا طقس غائم كليا مع حرارة تتراوح بين ال21 وال30 درجة. لنهار الجمعة طقس قليل الغيوم مع حرارة عم توصل أقصاها ل 30 درجة، أما لنهار نهار السبت طقس صافي مع حرارة عم توصل أقصاها ل 28 درجة. على ارتفاع 1850 متر الحرارة عم تتراوح بين ال 7 وال 16 درجة، وبذكركم عم بيكون في عنا احتمال لتساقط أمطار على المرتفعات. بعتوا لنا صوركم على أكاونت الإنستغرام والفيوتشر تي في أبلكيشن، وأكيد شو ما كان طقسكم المفضل لاقونا على طول على المستقبل. ما الذي